تؤكد هيئة تقيس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإخوة مصنعي ومستوردي المنتجات الكهربائية منخفضة الجهد ومنتجات ألعاب الأطفال على ضرورة حصول منتجاتهم على الرمز الخليجي لتتبع المطابقة GCTS، حيث يعمل الرمز الخليجي لتتبع شهادات المطابقة جواز سفر للمنتجات لدخولها إلى الأسواق الخليجية، كما يعمل على تقليص الوثائق الخاصة بالشحنة والإجراءات الإدارية والفترة الزمنية في المنافذ الجمركية، حيث تتوفر قاعدة بيانات أونلاين لكافة المنتجات الخاضعة للمنظومة الخليجية على الرابط www.gso.org.sa/gcts. شارة المطابقة الخليجية، سلامة وأمان.